보내다. انا مبسوط جدا عشان حاضر الموضوع ده. اول مره احضر كولكشن، اول مره احضر المنظر. انا مبسوط جدا يا رب من قلبي من الحاجات اللي انا شايف الموضوع طالع ازاي، فان شاء الله هتكون سهره ممتعه. هو كمان بيقدم مأساة رجالي لانه هو جاي من شغل رجاله، عشان كده انا عايز جاي وعايز اشوف الكولكشن الاخير ان شاء الله. انت النهارده بتقضي شم النسيم ازاي او ازاي في المغرب؟ شم النسيم عندكم هنا في مصر، احنا في المغرب ما عندناش شم النسيم. انتوا عندكم هنا في مصر، فدوما هنا في شم النسيم عندك حفلات، فدوما عندكم طقوس مغربيه اكثر، طقوس مصريه. ايه بقى الطقوس المغربيه؟